استضافت القاهرة اليوم اجتماعا لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات الفنية المتعثرة بشأن سد النهضة. وكان من المقرر أن تكون المفاوضات على المستوى السداسي لوزراء المياه والخارجية للدول الثلاث. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 95%، وأوضح أن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% يؤدي إلى بوار نحو 200,000 فدان، مما يساهم في زيادة الهجرة غير النظامية خارج البلاد. عبر الأقمار الصناعية انضم إلينا الدكتور عصام عبد الشافي الباحث والأكاديمي. دكتور عصام برحب بيك معايا في توقيت مصر. يعني واضح أنه في تعثر في المفاوضات، واضح أنه إثيوبيا خلاص مصممة على بناء السد بشكل طبيعي كما تخطط هي له دون مراعاة حقوق مصر التاريخية أو مصلحتها وتضررها من هذا السد. كيف يمكن التعامل مع هذا الملف من جانب مصر؟ السلام عليكم. أولا خلينا ننظر للأمر في إطار عدد من الاعتبارات الأساسية. الاعتبار الأول هو الهشاشة السياسية التي يعاني منها النظام السياسي في مصر في هذه المرحلة، وأعتقد أن هذه الهشاشة تم الكشف عن حجمها الكبير بعد مجموعة الفيديوهات التي أو التسجيلات التي نشرها الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى حالة عدم ثقة كبيرة داخل النظام وأركانه، وهو ما يمكن أن تستفيد منه إثيوبيا في هذه المرحلة. هذا متغير أول. المتغير الثاني شديد الأهمية، نحن نتحدث عن أطراف ثلاثية هما مصر وإثيوبيا والسودان. السودان شهدت خلال الأشهر الماضية تحولات سياسية شديدة الأهمية وشديدة التأثير. هذه التحولات كانت في جزء منها بمشاركة مصرية فاعلة وبإدارة مصرية لكثير من الملفات، وهو ما تراهن عليه مصر في هذه المرحلة، أنها يمكن أن تراهن على التحول الذي حدث في السودان كورقة من أوراق الضغط على إثيوبيا، على اعتبار أنه قبل في فترة حكم في العام الأخير من حكم البشير كان هناك توجه سوداني داعم كبير للملف الإثيوبي وليس للموقف المصري من ملف سد النهضة. العامل الثالث هو طبيعة الأوضاع السياسية في إثيوبيا والأزمات المجتمعية التي تشهدها بين الحين والآخر، وخاصة بين التجري والأورومو. هذا أيضا تحدي للسلطة في إثيوبيا بجانب الضغوط التي تمارس من خلال ورقة إريتريا، سواء بتواجد مصر فيها أو بتواجد عدد من الأطراف الإقليمية والتي يمكن أن تستخدم كورقة ضغط. قبل عدة أيام كان هناك مناشدة من جانب وزارة الخارجية المصرية لجامعة الدول العربية بأن تضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة، وأعتقد أن الطلب هنا المقصود به ليس الجامعة العربية لأنها عاجزة عن الفعل في مواجهة أي ملف من الملفات، ولكن المقصود بهذا النداء هو تحديدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللذان لديهما استثمارات ضخمة يمكن استخدامها كأوراق ضغط ضد النظام في إثيوبيا. ولكن من وجهة نظري كل هذه الأمور في الأخير لا يمكن أن تؤدي بحال من الأحوال إلى توقف إثيوبيا عن السد، لأنه يتم التعامل معه باعتباره أحد أهم المشاريع القومية لهذه الدولة في هذه المرحلة، والتي حشدت له كل إمكانياتها وقدراتها وطاقاتها الداخلية والخارجية، وأطلقت خلفه مشروع وطني للتمويله، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف عن هذا المشروع. كل المفاوضات أو الذي يمكن أن تحققه ما مطالت فتراتها هو العمل على تأجيل فترة ملء الخزان. إثيوبيا كانت تتحدث عن عدة خمس سنوات، مصر تسعى إلى زيادة هذه المدة حتى لا تكون الأثار شديدة الوطأة وسريعة الحدوث في توقيت مؤثر بالنسبة له. يعني أنت تحدثت عن عناصر القوة اللي ممكن تستخدمها مصر سواء علاقتها بالسودان أو غيره، اتكلمت كمان عن نقاط الضعف، الهشاشة المحلية والمشاكل السياسية. طيب القانون الدولي بقى بيتعامل ازاي مع نزاع من هذا النوع؟ لو مصر قررت انه هذا الامر ملء الخزان في الفترة اللي بترغب فيها اثيوبيا هيؤثر على مصالحها وبيخالف اتفاقيات دولية، واثيوبيا مصممة على البناء بنفس الشكل وبنفس الوتيرة، مين الحكم، مين الجهة اللي يجب ان تفصل في الموضوع؟ احنا لدينا عدة اعتبارات حاكمة. لدينا اتفاقية 1905، لدينا اتفاقية 1959، وهذه الاتفاقيات التي تعتبر من أهم الاتفاقيات الحاكمة للعلاقات أو للعلاقات المائية بين مصر ودولة المنبع إثيوبيا. إثيوبيا تنظر إليها بأنها جائرة وظالمة لأنها تمت في مرحلة من المراحل قبل استقلال إثيوبيا في مرحلة وفي ظل وجود قوى استعمارية حاكمة، وبالتالي هي غير عادلة. كما أنه في عام 1956 حصل
دوله السودان على استقلالها، وكان الامر يتطلب اعاده نظر في التشريعات وفي الاتفاقيات الحاكمه لهذا الامر. ايضا في 2011 حصلت جنوب السودان على استقلالها، وهو الامر الذي ايضا يتطلب اعاده او انفصالها على السودان، وهو الامر الذي ايضا كان يجب ان يؤطر في اتفاقيه قانونيه دوليه. هذا جانب. الجانب الاخر عندما نتحدث انه في عام 2010 كان هناك اتفاق اطاري تم التوقيع عليه في مدينه انتيبي في اوغندا، وشاركت، وللاسف مصر لم تكن جاده في اداره التفاوض حول هذا الملف، لانها كانت تتعامل مع الدول الافريقيه بنظره اقرب الى الاستعلائيه، وبالتالي لم تنجح في اداره هي مصر وقتها تعاملت مع اتفاقيه انتيبي على انها انتهاك لحقوق مصر التاريخيه في مياه النيل، وهي كانت مصممه على حصتها وشايفه ان توقيع الاتفاقيه هي لا هو الامر لا الأمر لا يدار بهذا الشكل. في النهاية أنت تدير ملفا سياسيا بشكل تفاوضي، إن لم ينجح التفاوض في إدارة الملف فهناك مجموعة من المسارات الدولية التي يمكن اللجوء إليها كالتحكيم الدولي أو غيرها من قضايا أو الوساطة الدولية. مصر الآن تتعامل مع الملف من خلال ما نسميه الوساطة الدولية، من خلال استخدام عدد من الأطراف الإقليمية والدولية للتواصل مع إثيوبيا حتى يتم إدارة الملف. هذا شكل من أشكال تسوية الصراعات متعارف عليه بشكل كبير، ولكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية محكمة العدل الدولية يمكن أن يكون ورقة من الأوراق. ولكن السؤال الرئيسي هو ما تعلن عنه إثيوبيا بشكل كبير، أن هذا الملف لا يتعارض مع حقوق مصر وأنها لن تؤثر في هذه الحقوق. كل ما لديها ما في الأمر أن هناك مشروع ضخم الهدف الرئيسي منه هو مخطط مشروع تنموي كبير لاستخراج الطاقة والحفاظ على وزيادة قدرات الدولة التنموية. هذا جانب. الجانب الآخر المهم أنه في 2016 تم التوقيع على اتفاق ثلاثي وافق عليه رأس النظام في مصر، وافقت عليه برعاية سودانية بحضور رئيس الوزراء. الأمر أيضا ثم جاءت زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر، وللأسف الشديد تم التعامل معه بشكل أقرب يعني يشهد درجة عالية من السوء، يعني كان بشكل بين قوسين درجة كبيرة من الاستخفاف عندما يقول يطلب منه السيسي في مؤتمر صحفي احلف كده بهذا المصطلح المصري، احلف أنك أنت مش هتضر مصر، فيقول له احلف أن أنا مش، يعني أمور لا تدار بهذه العفو بهذه العشوائية. هناك المفترض أن هناك أجهزة رسمية، مؤسسات تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية. إن لم تكن تتوفر هذه المؤسسات فيمكن التعاون والاتفاق مع شركات للعلاقات العامة وإدارة الأزمات لإدارة مثل هذا الملف. إذا لم يكن لدى وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ومجلس الوزراء في مصر ومؤسسة الرئاسة المستشارين والخبراء القادرين على إدارة مثل هذا الملف. ولكن للأسف كما ذكرت الأمر تم بشكل فيه نوع كبير لدرجة كبيرة من الرعونة، درجة كبيرة من إهدار وقت طويل في التفاوض والرهان على أن الشركات الأجنبية الفنية يمكن أن تؤجل المشروع أو يمكن أن تلغي المشروع، بل وصل الإعلام المصري في مرحلة من المراحل عشان كده تم إلى تصديق خطاب أنه قادر بأنه الأمور ماشية في اتجاه السليم لبناء السد بالضبط. فكان في مفاجأة، ما كانش في تجهيز لرد الفعل الضروري مع الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام عبد الشافي الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لنفتح ملف الديمقراطية في مصر وضعها الآن ومستقبلها أيضا. ومعنا